مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من السيناريو القادم، السيناريو الذي سنتحدث فيه عن سيناء، سيناء الحبيبة ومحاربة الإرهاب والقضاء عليه، سيناء التي ترغب في التنمية على كافة المستويات، تنمية اقتصادية، تنمية سياسية، تنمية ثقافية وفكرية، بل أيضا تنمية من النواحي التعليمية والصحية. كل هذا حق لأهالي سيناء، ومحاربة الإرهاب واجبة بطرق وخطوط متوازية. في قرار أخير لرئيس الجمهورية وتصريحات واضحة اتسمت بشدة وبصراحة وشفافية، تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية وقوف الشعب المصري في هذه الحرب صفا واحدا، وليس فقط على القائد المصري أو شخص رئيس الجمهورية، بل هي مهمة منوط بها الجيش، القوات المسلحة وأيضا الداخلية، وكل فرد من أفراد هذا الشعب إذا كان يرغب أن يعيش في هذا الوطن بكرامة وعزة. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من السيناريو القادم نناقش هذا القرار الخاص من سيادة رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة تتمثل في شخصية الفريق أسامة عسكر. هذه القيادة الموحدة المنوط بها محاربة الإرهاب والمسؤولية الكاملة بالتعاون مع الشعب المصري، وأيضا مسؤولية تنمية سيناء بالتوازي مع عدد من الأموال التي رصدت إلى هذا أو لهذا الغرض، 10 مليارات جنيه بالتقريب لتنمية سيناء، والخطط مطروحة الآن وقابلة للتنفيذ. كل هذه الأمور سأناقشها مع ضيفي الكرام في استوديو السيناريو القادم لهذا الأسبوع. سيادة اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك، سعيد بوجودي معك ومع ضيفنا الكريم. أشكرك يا فندم. أيضا الأستاذ زين السادات مؤسس حركة وحدة الصف المصري والعربي وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف تحيا مصر، برحب بحضرتك يا أستاذ. أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك يا فندم. اسمحوا لنا أن نتابع هذا التقرير ثم نعود فورا لبدء النقاش في هذه الحلقة من السيناريو القادم. قراراته لمحاربة الإرهاب، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، كما عين قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب أسامة عسكر قائدا للقيادة الجديدة مع ترقيته إلى رتبة فريق. وأكد الرئيس أن قرار تكليف الفريق أسامة عسكر بقيادة شرق القناة جاء لمكافحة الإرهاب في تلك البقعة المشتعلة. كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، قائلا إن قرار تكليف الفريق أسامة عسكر بقيادة شرق القناة جاء لمكافحة الإرهاب ولإحداث التنمية في سيناء، وحتى يعرف الجميع أننا ذاهبون إلى سيناء للتعمير والتنمية. وأضاف السيسي: أشهد الناس عليك بألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى في سيناء، في إشارة واضحة إلى الحادث الإرهابي الكبير الذي وقع شمالي سيناء الأسبوع الماضي. وليسمع الجميع أننا ذاهبون للتعمير والبناء قبل البحث عن الثأر وقتل المجرمين. فالإرهاب بيده السوداء لن يتمكن من نيل المصريين، لأن المصريين على قلب رجل واحد سيقوم باقتلاع الإرهاب من جذوره. فمحاربة الإرهاب لن تتم بتنظيم مليونية أو تظاهرة حاشدة حتى لو كانت أكبر من مسيرة باريس التي صار فيها قادة وزعماء العالم، ولن نثأر لدماء الشهداء الذين سقطوا فداء للوطن بإصدار بيانات شجب وإدانة حتى لو كانت من قيادات حزبية وسياسية لها وزنها واحترامها، ولكن القضاء على الإرهاب يكون بتكاتف الشعب صفا واحدا خلف مؤسساته وجيشه وشرطته، والعمل بأقصى طاقة وبذل الجهد والعرق في التنمية والبناء والانتباه لكل محاولات تقسيم هذا البلد وتفتيت شعبه وهزيمة إرادته. فالدولة القوية والشعب المتماسك هما الطريق الوحيد للقضاء على الإرهاب. إذا
إذن الهدف هو القضاء على الإرهاب ومحاربته من الجيش والشرطة وأيضا الشعب المصري، وبالتوازي خط للتنمية الشاملة في سيناء. كيف نحقق هذه المعادلة؟ والقرار الأخير لسيادة الرئيس بتعيين الفريق أسامة عسكر لقيادة المنطقة الخاصة بشرق القناة أو هذه المنطقة تحديدا، ماذا يعني هذا القرار وما هي حدود المهام المنوطة به في هذه المهمة المكلة له من قبل رئيس الجمهورية؟ مرة أخرى أرحب بضيفي الكرام، سيادة اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي، برحب بك مرة ثانية سيادة اللواء، والأستاذ زين السادات مؤسس حركة وحدة الصف المصري والعربي وعضو المجلس الرئاسي لإئتلاف تحيا مصر، برحب بحضرتك يا أستاذ زين مرة ثانية. سيادة اللواء، القرار الأخير بتعيين الفريق أسامة عسكر لقيادة منطقة موحدة شرق قناة السويس، ماذا يعني؟ وكان الفريق أسامة عسكر مسؤول أو قائد للجيش الثالث الميداني. الفريق أسامة عسكر بانتهاء وظيفته كقائد جيش دلوقتي ما بقى قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومحاربة الإرهاب. عايزين ناخد التايتل زي كامل. ما هو نعم. الحاجة اللي بتؤكد قيم هذا القرار، لأنه قرار أنا بعتبره من القرارات المهمة جدا جدا، أولا بيضع سينا بالكامل تحت قيادة قائد واحد، بعد ما كانت تحت قيادة سينا بشمالها وجنوبها تحت قائد واحد، بعد ما كان في إطار محاربة الإرهاب، لان في جيشين، جيش تاني وجيش تالت. ايوه، سينا دلوقتي بقت تحت قياده قائد ميداني لمحاربه الارهاب، لكن مهام الجيشين زي ما هم بقيادتهم ومنفصله، منفصلين عن هذه القياده. القياده دي تتبع القياده العامه للقوات المسلحه، تاخذ اوامرها منها. يعني معنى كده ان هيكون ليها قوات خاصه، ليها قوات خاصه بيها، ليها دعم لوجستي خاص بيها، ليها كل ما يخصها كقياده عمليه استراتيجيه مختلفه عن الجيش الثالث والجيش الثالث. بالظبط كده، ده عايزين ناكده، وهذا لا يمنع ان الجيشين الثاني والثالث منوطين بتاديه مهام العمليات بتاعتهم على نفس الاتجاهات وبنفس الحدود، عشان بس الناس ما تقولش ده جيش تاني صغر، ده جيش التالت صغر، ده مش عارف ايه، او اندمج او اندمج. لا، مفيش كلام من ده. جيش تاني كما هو، جيش تالت كما هو، تحت قيادتهم. مسؤولية الحرب على الارهاب في هذه المنطقة هي اللي اختلفت دلوقتي، بقت تحت قائد واحد له الدعم اللوجستي بتاعه، العملياتي بتاعه، له كل شيء، له القوات خاصة به التي يستخدمها في كل ارجاء سيناء شمالا وجنوبا، له القدره على المناوره من الشمال الى من حسب ما يتراءى له كقائد لهذه العمليات التي تقوم لرؤيته في القياده، وتبقى للتهديدات، وتبقى لكل شيء، وبالتالي قدرته للسيطره على المعابر ايضا زادت، بقت سيطره واحده على معابر الدخول الى سيناء او الخروج منها، السيطره على الحدود بقت ايضا مسؤوليه واحده، بقت هو اللي السيطرة على العمليات وقيادتها وإدارتها واتخاذ القرارات المنوطة بها هو المسؤول عنها، وعمليات الإخلاء اللي بتتم على شريط الحدودي وعمليات هدم الأنفاق وكل هذه. هذا القرار بقى أن يأتي على خلفيته تخصيص 10 مليار جنيه لتنمية سيناء، ده معناه الإيجابي يقع على عدة محاور. المحور الأول أن الحرب على الإرهاب زي ما حضرتك ذكرتي، لا مش بالمواجهة المسلحة فقط، لا بالتنميه، تنميه المناطق المعرضه لان تكون نهيبه، لان تحول الى مناطق فوضى طبقا للفكر الاخواني بالتعاون مع الولايات المتحده واسرائيل، ان تحول سيناء الى منطقه فوضى ثم تستفتى على تقرير مصيرها ثم تفصل عن الدوله لتحل المشكله الفلسطينيه والمشكله الاسرائيليه، الموضوع ده انتهى خلاص، بح خلص، سيناريو الوهم. بالظبط. حاجة تانية، ان انا لما بعمر بأكد قيم الامن القومي. قيم الامن القومي مش بندقية ورشاش وسلاح، لا، قيم الامن القومي هي قمة حقوق الانسان، قمة حقوق الانسان في الامن القومي ان يعيش مستقرا امنا، يحظى بكل الخدمات، كل الدولة تسعى الى توفير حياة كريمة له، مواجهة كل التهديدات بكافة أنواعها، حتى التهديدات الاجتماعية،
حتى التهديدات الاقتصادية، حتى التهديدات السياسية لكي يعيش هذا المواطن هذه المنطقة. إذن اللي بيتشدقوا عن حقوق الإنسان بنقول لهم لا، الأمن القومي أشمل من حقوق الإنسان، لأنه يوفر للإنسان كل سبل الحياة الكريمة، منها إن أنا أعمر ونمي تنميته. بتعني الأمن القومي في حد ذاته للمنطقة وتأمينها بالضبط. يبقى طيب أنا بنمي وبعمر منطقة. أنا هرجع مرة تانية بس هاخد حضرتك بس في رقم العشرة مليار دول. عايزين نتذكر إن الرئيس مرسي لما جاي يفهم الناس إنه حريص على تنمية سيناء خصص مليار جنيه، 350 ساعتها مليون دولار. النهاردة الدولة بتخصص 1.5 مليار دولار، قيمة كبيرة. اي نعم دي بداية، ولكن بداية قوية. لما ابدأ في منطقة زي دي اهملت عبر ادارات سياسية كثيرة واديها هذا الكم، يعني على اي حال مش مسكن ولا تصريح من باب الدعاية زي ما حصل قبل كده وعانى اهلي سينا من تهميش الى حد كبير. طيب انا هنتقل للاستاذ زين السادات. حضرتك بتتحدث دائما عن وحدة شعب، عن ائتلافات ما بين أحزاب، ما بين حركات وطنية، عن مشاركة ما بين مرأة، ما بين شباب. كل هذه الأمور ربما تطرق لها سيادة الرئيس في حديثه وأيضا في خطابه، وتحدث أن الشعب المصري هو الذي سيحارب الإرهاب بنفسه. كيف تتحقق هذه المعادلة مع القوات المسلحة ومع الشرطة المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول لحضرتك طبعا أن احنا الحادث اللي فات دوت يمكن هو اللي فوق ناس كتير قوي وصحى ناس كتير قوي، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كحركه شعبيه سياسيه على ارض الواقع بقالنا اكتر من سنه ونص بنحاول بقدر المستطاع في زياراتنا وفي كل الاماكن اللي احنا زرناها، سواء في جنوب سيناء، سواء في حلايب وشلاتين، عملنا عده زيارات قويه جدا عشان نقدر ان احنا مدي انطباع لكل اهالينا اللي في الجنوب واللي على المناطق الحدوديه بالذات قد ايه ان هما لازم يكونوا في دفء ما بينهم وبين الشعب المصري. هنا المشكله مع اهل سينا. خدي بال حضرتك المشكله بتكمن فين؟ بتكمن ان اهل سينا حسوا الفتره اللي فاتت دي كلها من ايام الجماعه الارهابيه اللي مسكوا البلد، حسوا ان هما في حاله عدم اتزان. الناس كانت عندهم اضطراب نفسي وما همش عارفين، لان حالهم العام الاجتماعي والثقافي والاقتصادي باظ. او اللي بيخطط لهم ايه؟ ما هم حضرتك تخيلي هم لهم مصادر رزق معينه، المصادر دي باظت، فالناس دي كانت مش عارفه تعيش، فاضطرت ان هي تلجا. وانا بقول لحضرتك الناس دي في ناس منها طبعا مصريين وطنيين جدا، ولكن لازم نبقى عارفين الناس اللي دخلت والناس اللي اتحركت والناس اللي عملتها السودة المهببة دي عملتها ازاي؟ ما هي عملتها لازم محدش بيخش البيت يسرق من غير ما حد يدله، لازم حد يدله، فلازم حد من الجماعة هناك. ليه عمل كده؟ عشان الفكر والمشكلة اللي حصلة ما بين الفكر من أهل سيناء وما بين بعض المسؤولين، كان لازم يحصل نوع من الترابط مع أهالي سيناء علشان يبقى في نوع من الدفء في البلد، الناس تحس إن هم يعني مصريين بحق، وان هم يعني شغلهم واقتصادهم ومصدر رزقهم ومعيشتهم متحافظ عليها. ممكن يكونوا بيشتغلوا في بعض الحاجات اللي هي مسموحه وحاجات مش مسموحه، لكن هو ده شغلهم، هو ده اكل عيشهم، فما كانش قدامهم سكه تانية غير ان هم يسمحوا بمثل هذه الناس. وده اهميه الرد على التنميه. التنميه عشان تبقى جميع مشروع لكسب الرزق وما يبقاش فيه استغلال. النهارده حضرتك لما هتتعمل التنميه بعد قرار السيد الرئيس بهذا المبلغ، انا اتمنى ان هذا المبلغ ينفذ. يعني انا يعني الكلام كويس جدا والكلام حلو جدا وعلى دماغنا جدا كل اللي قاله سياده الرئيس، لكن انا عايز الكلام ده يفعل وينفذ بناس قادره على تنفيذ ما اللي يقوله الرئيس. لازم يتنفذ صح ولازم يتعمل صح، ما يبقاش هو شغال وحارق في دمه وبيسافر ويجي ويروح والتنفيذ هنا، اليات التنفيذ هنا مش كويسه، ما ينفعش. لازم يبقى فيه كفاءه للناس اللي بتشتغل معاه عشان تقدر تبين قد ايه احنا فعلا حابين ان احنا يعني نعمل تعمير في سيناء بجد، نعمل تنميه في سيناء بجد، نعمل
نوع من المودة ما بين أهل سيناء وبين باقي شمول أراضي الجمهورية، إن هم يحسوا إن في انتماء لمصر. أنا عايز الناس دي تحس بانتماء. إحنا فكرنا في لحظات إن إحنا بدل ما الناس عايزة تنزل تتظاهر أو عايزة تنزل يوم الجمعة الجاية تقول يعني يدوا تفويض للرئيس، لا تعالوا نطلع ناخد بعضنا ونطلع على العريش. ايه يعني نطلع على العريش؟ 100,000 واحد يطلع على العريش نقعد هناك. بس ممكن يكون في اجراءات استثنائيه دلوقتي يا سياده اللواء في منطقه شمال سيناء، بصرف النظر عن حظر التجول المفروض يعني يمكن الدخول يعني مش هيبقى بالامر اليسير. نسمن طبعا مش سهلة. بس انا بقول لحضرتك لو يعني الشعب المصري لو خاب بعضه وراح في سيناء، انا فاهمه وجهه نظرك، هيطلع كل العفاريت اللي جوه الرمل، مش هيسيبوا الناس ديت. يعني الناس قلبها خلاص، الناس المصريين خلاص، الناس مشحونه بشكل كبير جدا وعندها استعداد ان هي تعمل اي شيء في سبيل ان هي تعيش. هذا الحماس طبعا، ولكن الامور يعني بتؤخذ بحيطه كبيره، دي عناصر ارهابيه ولا دين ولا ذمه ولا إلى ولا اخلاق. ممكن يعني لا في منطقه طوارئ محدده بمنطقه رفح، العوجه، جبل الحلال، منطقه الميدان جنوب العريش، كل دي منطقه مسيطر عليها سيطره كامله، ناس بتتحرك فيها بقوه. وكان زمان يعني او من وقت ايام مرسي كان عربيات الدفع الرباعي وعليها الرشاش كانت ماشيه تهدد الناس في اي وقت. النهارده الدنيا اختلفت خالص، في سيطره كامله على هذه المناطق لولا من بعض العمليات التي تنفذ بهذا الاسلوب. طيب سياده اللواء، حضرتك بتتوقع تكتيكات مختلفه من الفريق اسامه عسكر فيما يخص المهمه الجديده، وهل برأيك ستكون ملموسة بشكل مختلف عما يقوم به القوات المسلحة الآن في محاربة الإرهاب، هدم الأنفاق، إخلاء المنطقة الحدودية، مهاجمة العناصر الإرهابية والقضاء على البؤر الخاصة بها؟ هو منظومة المواجهة مش عايزين نختلف عنها. منظومة المواجهة بتتكون من 5 عناصر: عنصر المعلومات، عنصر قوات المواجهة على الأرض، الدعم الشعبي والوعي الوطني للناس، المنظومة القضائية الحاسمة اللي أول ما بيحصل حاجة تحسمها. وأنا قلت في الإعلام كتير، وكنت حضرتك موجودة في آخر لقاء، قلت على خلفية شارلي إبدو في 3 أيام يتم القبض والمحاكمة وإصدار الحكم وتصفية العناصر المشكوك في تورطها، واللي يتعاطف ياخد 3 سنوات. آخر حاجة ودي مهمة جدا جدا، تكفيف المنابع. وتكفيف المنابع ده مشكلة مصر بتواجه فيها، العالم كله بتواجه فيها، دول في البعد الإقليمي بتواجه فيها، دول في البعد الدولي بتواجه فيها أجهزة استخبارات كتيرة. فمصر النهاردة زي ما قال سيادة الرئيس، احنا بنحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله، احنا بنواجه الدنيا كلها. الرئيس كمان أشار ان هو عارف مين اللي عمل أكيد هذه الفعلة، أكيد، لأن ده ويستطيع يعطي تسليم. أو يلقي الضوء على كفاءة عنصر المعلومات انه ملتقط، لكن ده من المفترض ان هو بيتم التعامل معاه. لكن هل العلنية مشروطة بانها نوع من دواعي الامن القومي الا يعلن عنها هذه الجهة او هذه الدولة الراعية لهذه العمليات او التعامل مش يعني انا بعتقد ان جدوى التعامل ليس بالاعلان، جدوى التعامل بالاجراءات. ولما يقول الرئيس احنا هناخد اجراءات ضدهم، يبقى خلاص هناخد اجراءات ضدهم. ده مبدا. المنظومة دي لو اتفعلت اللي انا بقولها لحضرتك، اعتقد هتعين الفريق أسامة عسكر على تأدية مهامه بنجاح. الحاجة التانية، من وجهة نظري ان التسربات الى جزيرة سيناء، الى شبه جزيرة سيناء، لا تعني البر فقط، البحر يجب ان نضع عينينا عليه، سواء من الجنوب او من الشمال، سواء من خليج السويس والبحر الاحمر وخليج العقبة والشمال على البحر المتوسط. انا بنبه لهذه النقطة، لان التسربات دي بتبقى فارقة جدا جدا جدا، فعلينا ان نتحلى باليقظة، ومفيش حد ولا رحمة باحد يمر الى هذه المناطق الا لما نكون مفتشينه كويس جدا وضامنين امن وامان مروره. حاجة اللي بعد كده في اسلوب المواجهة، ان قد يكون هناك تكتيكات، ولكن ليس من الصح ان احد يتحدث عن هذه التكتيكات او عن اساليب سريتها الموضوع. طبعا مكفولة، لان هو ده فكر العمليات، لان احنا بصراحة يعني بقينا بنتناول حاجات ما لناش فيها، وساعات بتسبب مشاكل كتيرة. بس من المفترض ان بيتم دراسة
نوع الاختراق كيف تم؟ أكيد. وبالتالي بيتفادوا في التكتيكات فيما بعد. أقول لجنابك على حاجة. إحنا عندنا مبدأ في القوات المسلحة أو عندنا نظام عمل في القوات المسلحة هو تقييم أعمال يوم قتال. كل يوم قتال بنقيم أعماله. ما تم فيه إيه؟ نقاط القوة فيه إيه؟ نقاط الضعف فيه إيه؟ المحاسبة لكل من أخفق أو قصر أو 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 لازم بتتم. حتى في حرب أكتوبر كنا شغالين كده. خدمة لحضرتك نعم. سير الأعمال القتال هو اللي بينبئ كيف تتفادي نقاط الضعف لليوم التالي. وأنا يعني بأطمئن الشعب المصري أن المواجهة بدأت من مساء يوم الخميس، يعني يوم ما حصل الحدث المواجهة مع هذه العناصر تمت منذ هذا التوقيت وما زالت جارية، وحنسمع عن نتائج كبيرة جدا خلال الفترة القادمة. طيب أستاذ زين، حضرتك تحدثت مع أهالي سيناء وتحدثت عن عمليات التنمية، الطرق الأمثل لهذه العمليات وفي أي مدى زمني برأيك العشرة مليار جنيه مصري من الممكن أن تبدأ من أين ومردودها يظهر متى؟ شوف حضرتك، احنا لازم نبدأ أولا بأن احنا نعمل تنمية زراعية بداية وتنمية صناعية، الاثنين لازم يمشوا في نفس الوقت. الزراعيه لان هناك هم يعني في مناطق كتيره خصبه وصالحه للزراعه وممكن تزرع بانواع كتيره جدا، والصناعه ان احنا نقدر نعمل مصنع او اتنين بحيث ان الاهالي سينا شبابهم يلاقوا اماكن يشتغلوا فيها. ده من ناحيه التنميه ومن ناحيه الصناعه ان لازم المبالغ دي يعني سينا مليئة بالثروات المعدنية بالرمال، من عشان كده بروح المصانع قايمة على المواد الخام اللي موجودة في سينا، صحيح، بدلا من أن تصدر خام. لازم كمان ان احنا ندي حتة امان لأهالي سينا ان هم يعني المانع ان هم يبدأوا يخشوا في 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 المنعطف بتاعنا بتاع مصر، ان اللي عايز يقدم في الشرطه يخش، اللي عايز يقدم في الجيش يخش. ليه ما هم موجودين يا استاذ زين في الشرطه لا وفي لا الجيش؟ لا بيشتغلوا. لا يا فندم، لا يا فندم، سيادتك روح الكليه الحربيه تلاقي ناس كتير من العريش ومن كان في فتره من الوقت يا سياده اللواء كان ممنوع الدخول. لا يا فندم موجودين. لا يا فندم موجودين. اخد سيادتك بكره، اخد سيادتك بكره واديك كل لا حبيب. هو حاليا يا سياده اللواء مسموح وتشوف كم واحد من سينا دلوقتي. ايوه انا بقول لحضرتك لازم تقول الكلام ده بقى. ايوه موجود في فتره في نظام سابق احنا بدأناه. لا بدأناه. بقول لحضرتك احنا عايزين نديهم الدفعه دي بدأناه ان هم يحسوا ان هم زيهم. ده صحيح. دي من الخطوات اللي تمت فعليا لان هم الحته دي برضو حساسه بالنسبه لهم. طبعا طبعا. فاحنا عايزين نكسر منها ان احنا نفتح لهم المجال، الذي يصلح يخش، اللي ما يصلحش خلاص. اكيد احنا موضوع لازم ياخد النظام بتاعه الطريق بتاعه الصحيح. من هنا حضرتك هتعملي يعني انتماء اجتماعي، لازم هم يحسوا بقد ايه انتمائهم للبلد ديت، حبهم للبلد ديت. لما تحضرتك تعملي صناعه والناس دي تشتغل فيها، تعملي زراعه والناس دي تشتغل فيها. الحقيقه ان اغلب المناطق يعني يمكن اعتمدت على السياح، وده زي اللي حط البيض في سله واحده، القراءه، لان للاسف السياحه عانت على مدار السنوات الاربعه الماضيه بركود شديد، ربما هي الان ليست ايضا على ما يرام. القراءة بشكل في التنميه في سيناء حضرتك تاتي على فكره اعداد البنيه التحتيه، ده الاساس. لو انا عديت بنيه تحتيه كويسه جدا، طرق شبكه كهرباء وهكذا، صرف كهرباء، تعليم، اسكان، صحه، كل ده بنيه تحتيه اعملها الاول، اعتقد ان انا هتكون هذه المنطقه جاذبه لان انا اخد من الوادي اودي فيها. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان انا اعمل تجمعات عمرانية على نمط جديد، مش النمط العشوائي اللي يسمح بالاختباء والتواري عن اعين الامن. بس في طبيعة منطقة نفسها جغرافية فيها طبيعة الجبال والتضاريس نفسها في الجنوب تحديدا، في مناطق تصلح لان يقام عليها تجمعات سكانية، وسط وشمال سيناء. وسط سيناء منطقة مفتوحة جدا، ما فيش غير الحائط الجبلي اللي بيفصل منطقة المحاور العرضية 1 و2 و3، أخد بقى حضرتك، ثم المنطقة المفتوحة بعد الممرات الجبلية. كل دي منطقة تصلح للزراعة، تصلح لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، تصلح للسياح، تصلح لبناء مصانع فيها موارد كتيرة، فيها تعدين كتير، فيها خامات كتيرة. لا خير كلها خير. شمال سيناء كذلك الزراعة
بالدرجة الأولى. وعلى فكرة هنا نقطة أنا أحب أسيرها، إذا كانت الدولة خصصت 10 مليار جنيه، إذا كانت هذه قيم الدولة، أين قيم القطاع الخاص؟ أين توجه القطاع الخاص؟ ده سؤال مهم. نحو دعم الدولة في هذا الاتجاه، لأن أهل سيناء دول أمانة في رقبتنا. لما الإرهاب انتشر في سيناء أثر على كل اللي بيشتغل وبيعمل بيزنس في مصر. خلوا عندكم فكر استباقي واجروا على هناك. أنا هديك مثال واحد وهقفل كلامي عن هذه النقطة عن القطاع الخاص، وعلي أن يقرأ جيدا. خطة تنمية سيناء اللي اتعملت 2004-2017، كانت في خطة معمولة 2004 تنتهي 2017. الخطة دي كان مخطط للدولة فيها 30% منها، ومخطط للقطاع الخاص 70%. الدولة نفذت 30% بنسبة 80% منها، أو تعدت كمان. القطاع الخاص لم ينفذ شيء سوى ما نفذه حسن راتب من جامعة أسمنت سينا وجامعة سينا، الحق هنا جامعة سينا ومصنع الأسمنت. صح، دي حقيقة. إيه هو؟ أنتوا عايزين بلد ولا عايزين تكسبوا بس؟ لا، اللي يكسب يكسب بلده، هو دي القية، دي القاعدة. عايزين بقى نفوق ويخلي عندنا وعي وطني وإرادة وطنية. الإرادة دي مش توكلنا على الله، إرادة نية صادقة والعمل برؤية صحيحة، هو ده الشغل. لكن هي دي المشاركة. أنا هجيب منين؟ هو الدولة، هي الدولة، ما هي بالدولة. هو احنا بنتكلم في ده يا فندم، كنا بنتكلم على بدأنا في ايه؟ سيادتك اتكلمت عن الزراعة. انا لا، انا بقول لك لا، انا هبدأ بالبنية التحتية ماشي، ما عشان معاك. اكون جاهز لكل الناس دي. طيب وبين ما انا عملت لك بنية تحتية لازم تأمن الناس دي عشان تطلع تشتغل بتاع خاص. ما انا بقى اشتغل، انا بدفع دم. ما انت عشان امن مين؟ انا بدفع دم عشان حضرتك الناس دي تطلع تشتغل. وانا بعمل ايه دلوقتي؟ ما هو في جزء بدفع دم، ما هو جزء على الدولة. ما احنا عايزين نوقف ده، هو ده اللي انا بعمله دلوقتي. احنا لازم نريح تبع حسو. يعني اذا كنا بنتحدث عن جذب الاستثمار من العناصر الأجنبية أو من المستثمر الأجنبي، فمن باب أولى أن احنا بنتحدث عن المستثمر الداخلي أو المحلي. بالضبط. الاستثمار أو قانونه الموحد هيخدم الجميع، سواء المستثمر الأجنبي أو المستثمر لا فرق بينهما طبعا. ده الرغبة المنشودة والهدف المفروض المرجو من التنمية. حضرتك هتشجع الاستثمار طبعا. إزاي ومفيش أمان لحد يروح بعدد من القوانين؟ لا، ما هو لازم الأول فكرة التوازي في الخطوط كلها. أنا بشتغل على محورين، أنا ما عنديش وقت، انا بطلع دولة زي ما قال الرئيس، انا ما عنديش وقت، انا بطلع دولة مصر بتقوم زي ما قال. اذا انا عايز اعمل ايه؟ بيد نوسع في ارزاقنا، ويد ما هو ندفع في فيها جزء من المجازفة، لكن مش استنى لكن واجبة. يمكن وهل عايز يمكن على المصري ده عنده استعداد ان هو هل الخطر في كل سيناء؟ الخطر في منطقة بعينها واحنا عارفينها ومحاصرنا وبنشتغل عليها، بس عايز تستثمر تفضل، وسط سينا موجود، محسن راتب شغال مطلع الاسمنت بتاعه ومصنع الاسمنت بتاع قوات مسلحه شغالين، وتجارب نجحت. الله تمام، بس هناك مشاكل في سينا لازم. ايه هي المشاكل؟ يعني نستنى لما المشاكل تخلص بعدين نبدا؟ لا مش نستنى، لازم يعني زي ما كده سيدي بقول نحل ده وده الاثنين يبقوا ماشيين. ما هو ده انا بقول لحضرتك، لازم يبقى الناس المستثمر هيروح ازاي يحس اذا كان انت عمليه ارهابيه حصلت عندك. لا ما احنا ما خلفناش يا استاذ، ضربه السياحه اللي جايه مصر، امال يبقى المستثمر يروح فين اذا كان حاجه بسيطه؟ لا في دول كتير جدا لم تعبأ بهذه. احنا مش بنشتغل، احنا مش بنشتغل على محور واحد زي ما انت بتأيد. انت بتقول لي يعني حاجتين عكس بعض. انا دلوقتي بشتغل على محورين، بقضي على هذا الارهاب وانا جد فيه وموفر له كل السبل، وبأجهز المناطق الآمنة لأنها تشتغل فيها، إنها تشتغل فيها. آدي اللعبة. ما احنا ما بنقولش بكرة، احنا لسه طبعا. يعني احنا ماشيين في خطوط مدارة، بس البداية. يعني المؤتمر اللي جاي ده هو ما فيش اختلاف وجهة نظر على فكرة. لا هو بس احنا بنتكلم في، انا بس عايز اقول في نقاط بسيطة. المؤتمر اللي جاي ده هو كان الغرض من البوليكة اللي عملوها الجماعة دول والحرب اللي توقيت طبعا العملية عاملينها ليه؟ ما هو حياتك لسببين اتنين، للتأثير على المؤتمر الاقتصادي والانتخابات. والانتخابات هم كان كل فكرهم وهدفهم ان مصر هتتأثر بالحركة ديت، ويقولوا ان مصر فيها اضطرابات
يبقى ما ينفعش يا ناس حد يروح يعمل اي نوع من الاستثمار. لا، انا عايز اعرف الناس ان مصر امنة، مصر قوية، مصر اهلها عندها الاستعداد ان هي تقف وش اي حاجة علشان تنمو، يبقى التنمية عندنا جامدة. هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي بنفكر فيه. نفس الحاجة هم بيفكروا في موضوع ان هم يوقفوا موضوع الانتخابات، لان لو حصل استحقاق التالت خلاص البلد انتظمت، الامور مشيت. ما هو لاحظ ان دي حاجات اساسية خارطة الطريق اللي قالها السيد الرئيس. فهم نفسهم يكعبلوا كل السكك دي. احنا النهاردة لما نقف كلنا كظهير شعبي ورا الرئيس بتاعنا بنقول له احنا وراك، بس عايزين الدنيا تمشي، عايزين الانتخابات تمشي، عايزين المؤتمر الاقتصادي يمشي، عشان عايزين الناس تيجي. وده فعلا هيحصل يا فندم، كلنا قلبنا على كده. ده اللي فعلا هيحصل. قال كده الرئيس، قال كده. مفيش تغيير في المواعيد ولا لا 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 لا. قال احنا مصرين وماضيين في مهمتنا، واحنا دولة مستهدفة، دولة لها ثقل كبير في المنطقة، سواء على البعد الاقليمي، على البعد الافريقي، على البعد الاسلامي، على بعد البحر المتوسط، على بعد البحر الاحمر. دولة لها ثقل كبير مش عادية، 90 مليون، مليون كيلومتر مربع، موارد، نهر عظيم كبير، كل دي قيم الدنيا كلها عارفاها عننا. صحيح. على فكرة احنا الوحيدين اللي مش عارفين او 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 عدد منا ما يعرفش ثقة مصر دي قوي، مش حاسس بقيمتها بس. لان العالم كله، العالم كله بينظر لمصر دي على انها دولة ذات ثقل او كتلة حيوية مؤثرة في كل شيء، لذلك مش عايزينها تخرج. لو خرجت هتاخد من النفوذ السياسي لكل دول المنطقة، وهي هتبقى الأولى، وهتشوفي مصر بعد كده، وأنا واثق بعد كده إن مصر هتكون أقوى وأكبر من أي قوة إقليمية في المنطقة. هو ده اللي هم بيفكروا فيه. هو تحدي، هو تحدي يجب خوضه، يجب خوضه من الجميع. مصر ده شعب المعجزات طبعا، شعب التحديات طبعا. مفيش شعب يخش 5 حروب في هذا الزمن ويقف كده بالدولة وتبقى مستمرة من 48 ل 56 ل 67 للاستنزاف ل 73. مفيش شعب في العالم مر بحروب كده في هذه الفترة الزمنية ووقف كدولة محافظ على حدوده ويستردها ويقف لأي حد. وقوة جيشه الحمد لله. يعني إذا نظرنا لكافة المعطيات اللي حوالينا من دول العربية بتهدد ومهددة، بل فيها من تفكك فعليا، نحمد الله ألف مرة على. بص هقول لك على حقيقة نحن فيه الآن من هقول لك على من حقيقة هذا التماسك في الداخل المصري. هقول لك على حقيقة أخيرة، مفيش إرهاب انتصر على دولة، التاريخ بيقول كده، مفيش إرهاب انتصر على دولة، ومصر دولة ودولة قوية. عايزين نعرف بقى، فيها رئيس منتخب، فيها دستور بإجماع، فيها شعب واعي عنده وفاق وطني كله على قلب رجل واحد، عنده جيش وطني، عنده مؤسسات، فاضل ايه؟ برلمان هنجيبه وهنعمل ان شاء الله. باذن الله. كلمه سياده الرئيس باني لن اكبل ايادي المصريين في الصقر لشهداء سيناء، ماذا تعني هذه الكلمه ومعنى الصقر في حد ذاته؟ ربما الكلمه اشمل واكبر من انه القتل أو 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 الدم يقابله الدم. أكيد. لكن فكرة الصقر من المكائد أو مما يحاك باتجاه الصقر مصر. من كل من قتل مصري، الصقر من كل من تآمر على مصر، الصقر على كل من شارك في تعطيل مصر وفي التآمر ضدها وفي محاولة قتل أبنائها، ده الصقر. ولكن في الخطاب بقى هو زيله بحاجة مهمة جدا جدا، أنه راعي قيم الدولة والقانون. إحنا دولة قانون. صحيح. وعندنا قيم دولة، مفيش ايد مفرطة، مش معناه فوضى، مش معناه عشوائية زي ما بعض الناس قالت احنا هنروح ونقاتل. لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. اياكم وللدفاع، هم عايزين يجرجرونا، لازم التروي في المعاني المختلفة، عايزين يجرجرونا الى الاقتتال الشعبي. لا، احنا عندنا جيش وطني، عندنا ناس تقدر تقوم بهذه المهمة، واحنا قادرين على هذا. وسيادة الرئيس تحدث ايضا بان هذا الصقر في يد القوات المسلحة المصرية التي هي جزء من ابناء الشعب المصري. او من اي يا فندم، دي القوات المسلحة او هي الشعب المصري. المصري. صحيح. هو صحيح. احنا نسيج واحد، هو الجيش ايه كل بيت. ده كان محتاج، ده كان محتاج توضيح كويس قوي هذه الكلمه وهذه العباره حتى لا تتحول الى فوضى في التعامل معها. دي حقيقه حياتك. احنا برضو لازم نبقى فاهمين ان الامن القومي المصري ده خط احمر، موضوع ما فيش فيه نقاش.
الحاجة الثانية احنا عايزين يعني المحاكمات العاجلة الناجزة، لازم الشعب برضو يحس ان في نوع من الانجاز. المحاكمات العسكرية تحرك شفتي الاخ اللي تعاطف خد 3 سنين في 3 ايام، ما ينفعش. ده احنا عندنا ناس بتموت ومش عارفين ناخد حكم على حد. لا الكلام ده ما ينفعش. احنا الشعب بيطالب بسرعة الانجاز في الاحكام. عمل ارهاب اللي عمل النتي اللي عندك ده مش ارهاب، اللي حصل في سيناء ده مش ارهاب، دي حرب في صورة ارهاب، لان الحاجات والمواد اللي دخلوا بيها والقذائف ده حاجات فوق ما حد كان يفكر. فالموضوع مش سهل، فلازم يحصل نوع من الردع للناس دي باحكام سريعة ومنجزة علشان الشعب كمان يرتاح، عشان تكون راضية كمان ماتت دي لكل هذه العناصر وكل من تساوي له نفس والقيام بمثل هذه الافعال. العالم لما بتشوف دولة ناجزة في القضاء طبعا ما بتهوبش. دي حقيقة. صحيح. لازم تكون عبرة. ده موضوع لان يعني دول مأجورين، دول مأجورين بيدفع لهم. اللي بيشتغل في العالم دلوقتي مقاول الارهاب زي ما شرحت لحضرتك قبل كده. دول الاستراتيجية التالتة بعد فشل ثورات الربيع، الاخوان مقاولي الارهاب، والغرض تحويل المنطقه الى فوضى. كل دول قابضين يحول اهاله المنطقه خد وانا ايدي نظيفه وانا بعيد. لا، لما هو يعرف انه لو دخل مصر هيتدبح، ها مش هيهاوب ناحيه مصر. لما يعرف ان في مصر في قضاء ناجز طول ما يتقبض عليه هيتحاكم معاه ويتقسم ويتقسم رقبته، انتهى، مش هيجي هاوب ناحية مصر. انا بقول اهو عشان طبعًا. هقول لحضرتك على حاجة. تجار المخدرات بينتشروا في مكان ليه؟ عارفين القضاء فيه على مهل ومش والعملية بالراحة، وممكن محامي يطلعني على مش عارف ايه. لكن في دول ما يقدروش يشتغلوا فيها زي الصين، دبح. ليه الدول العربية وبعض الدول العربية لا دبح دبح على طول. اذا المجرم بيتجاسر. طيب ده هيجعلنا نتساءل، هل مره اخرى نحن بحاجه الى المحاكمات العسكريه؟ لازم لازم. ده موضوع بقى احنا بنناشد فيه أكيد. كل المسؤولين ان لازم يبقى المحاكمات العسكريه سريعه جدا من الان، ولا هل من الممكن الرجوع في بعض القضايا ان تعرض؟ لا يا فندم، نرجع ليه اذا كان العالم كله ده بقول لك بيحاكمه في 3 ايام ويصدر الحكم. ده بيقولوا على القضاء العسكري يعني يا فندم قضايا التخابر المتهم فيها رئيس المعزول واعوانه من جماعه الاخوان الارهابيه، هل من الممكن تحويلها الى القضاء العسكري الان بعد ما هي ما تنظر؟ لا لا خلاص. او بتنظر امام القضاء المدني. نظرت على دائره خلاص، نظرت على دائره خلاص، لكن ننجز، ليس امامنا الا الانتظار. لازم ننجز. لكن فيما هو تالي من جرائم، من المفترض ان قانون المفترض القضاء العسكري ضمت له جرائم الإرهاب التي هي الحدث الأخير. جرائم الإرهاب يحاول اعتداء سافر على قيم الأمن القومي المصري مباشر. دي حقيقة. وبعدين حياتك النغمة بتاعت حقوق الإنسان دي يبطلوها بقى، مش عايزين نسمعها. احنا مصر لا، هي غير مقبولة الحقيقة. موضوع خلاص في ظل تهديد الأمن القومي دي نغمة مش موجودة، ما حدش هيتقبلها. أشمل طبعا من حقوق الإنسان. موضوع ما في البداية أنا حبيت أقول لك كده، إن الأمن القومي أشمل مظلة أكبر وأشمل من حقوق الإنسان. طيب فكرة تحويل منطقة سيناء إلى منطقة عسكرية وإعلان الحرب فيها رسميا، هل هو طرح مقبول ولا احنا مش بحاجة إلى هذه الإجراءات المختلفة أو الاستثنائية؟ سيناء بطبيعتها فيها قيادات وفيها قوات وفيها مهام تؤهل اي حد لتأمينها بالاسلوب العسكري، ما فيهاش اي مشاكل. ولكن يعني لسنا بحاجه الى اخلاء المدنيين منها مثلا، او المستطيل اللي حددناه ده الشريط الحدودي. لا مش الشريط الحدودي، ده ممتد على الحدود من رفح للعوجه وممتد بالعمق لغايه جبل الحلال والى ساحل البحر المتوسط عند منطقه الميدان جنوب العريش. مستطيل، المستطيل ده هو اللي بتجرى فيه العمليات بكثافه. ولكن هل معنى ذلك ان لو انا اشتغلت في منطقه تانية مش هشتغل بنفس الكثافه؟ لا، اشتغل بنفس الكثافه، بدليل ان في عناصر قبض عليا من الارهابيين في منطقه صدر الحيطان عند مدخل ممر متلة. في عناصر قبض عليها ارهاب وتجار مخدرات في منطقه راس سدر، لان هناك علاقه وطيده بين الارهاب والمخدرات. الإرهاب يجد ضلته في صرف من عناصر المخدرات، والمخدرات تجد ضلتها في الفوضى التي تنشرها
عناصر الإرهابية. فالاثنين طيب متكاملين. حضرتك شايف مدى قوة التعامل المصري مع أجهزة المخابرات الخارجية التي بتحاول دائما اللعب أو التحكم بمقاليد هذه الأعمال الإرهابية التي تحدث عنها؟ والله أنا مش في المكان. أهمية التعامل معها، شكل التعامل معها يكون إزاي هذه المخابرات وهذه الدول التي ترعاها أو تابعة لها هذه المخابرات؟ كل دولة فيها منظومتين في مجال المخابرات، عشان سيادتك تكوني عارفة. في مجال المخابرات والمخابرات المضادة. يعني إيه المخابرات المضادة؟ أن أحمي شعبي ضد منظومات المخابرات الأجنبية. نعم. اسمها المخابرات المضادة. تمام ازاي؟ دي اعمال المخابرات، ان انا اجمع معلومات. المخابرات المضادة ان احمي الدولة ضد منظومات، وده في تصميم اي جهاز استخبارات لازم يكون مبني على هذا. لذلك الموضوع ده احنا مطمئنين له جدا، ان الناس بتوعنا بتشتغل على هذا الاتجاه. ده هيكون داخل في جزء خاص من هذه المهام المنوط بها سيادة الفريق أسامة عسكر، هيكون ليها جزء خاص تحت قيادته ايضا، ولا المخابرات بتكون منفصلة في العمل؟ لا, 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 لا، اجهزة المعلومات والمخابرات تدعم هذه القيادة، هي ليها عناصرها اللي على قدها، ولكن مش هيكون في تشكيل مختلف تحت هذه القيادة. هي ليها من عناصر المخابرات الخاص بها لهذه المهمة، وممكن يكون عندها عناصر معلوماتها ما فيهاش مشاكل، لكن مجمل منظومة المخابرات فيها كل هذا. فيها. وهي في اللقاء الأخير السيد الرئيس بالشعب المصري كله، الاحتفال اللي كان مسرح الجلاء. مسرح الجلاء، هو برضو أشار إن هو عارف وفاهم مين الأصابع وراء اللي بيحصل دوت، لكن إحنا بيتعامل معاه بحكمة بقى، يعني هو عارف مين دول وعارف بيتعاملوا إزاي. وهنعرف طيب نعملهم ازاي بطريقتهم. الحكمه دي كمان الحقيقه بتحتاج احتشاد من اكتر من عنصر داخل الدوله، مؤسساتها، اعلامها، اجهزتها المختلفه، وايضا تامين ما هو قادم في الاستحقاق الثالث وانتخابات مجلس النواب. راي حضرتك يا استاذ زين في هذه المهام الملقاه على هذه المؤسسات؟ انا شايف ان حضرتك ان احنا في بالذات في الاستحقاق الثالث ده، انا عشان متابع جيد فيه، عشان انا نازل فيه، عارف ان الدوله فعلا شغاله يعني بجهد جامد وقوي، وعايزين ينفذوه صح المره دي باسلوب فعلا حضاري، وعايزين الناس كلها تطلع تنتخب وتطلع تدي اصواتها للافضل للاحسن اللي هم شايفينه ان هو كويس. فيعني انا من النظره اللي انا شايفها للي بيحصل في المؤسسات الدوله لتجهيز للانتخابات، لا كله بيشتغل وكله بيعمل مجهود كويس وكله بيأدي دوره علشان يعني يبقى الناتج النهائي في الاستحقاق الثالث بالانتخابات مجلس النواب القادم 2015 يكون درس يدرس للعالم كله ان اتعمل الاستحقاق الثالث. عايزينكم تساعدونا الحقيقة في ده وتسهلوا على الناخب هو هيروح فين، لان كله منتظر مجلس النواب ومنتظر الاحزاب وقوائمها المختلفة وائتلافاتها، وازاي هتصير الانتخابات سواء في نظام القوائم او النظام. ان شاء الله حضرتك هتجدي انتخابات يعني فعلا مشرفه ونظيفه جدا ومتابعه جيده جدا من كل الاجهزه، وفي نفس الوقت هتجدي شعب مصري متحضر هيطلع يدي اصواته للناس اللي تستاهل، اللي هي بعيده عن الافكار المتطرفه، الافكار الدينيه، الافكار دي كل الناس هتطلع بعيد عن الناس دي خالص. كل التجارب اللي بيخدها الشعب بتقويه الحقيقه وبتنمي وعيه بشكل اكبر. ان شاء الله. كلمه اخيره سياده اللواء، توقعاتك بالنسبه للمؤتمر الاقتصادي وبالنسبه للمستقبل الامني المصري بشكل عام. اولا انا عايز اطمئن الناس ان احنا ادينا اكتر من استحقاق او عده استحقاقات فيها تجمعات شعبيه كبيره، زي استحقاق انتخاب رئيس الجمهوريه اللي نزل له يعني حوالي بتاع 25-26 مليون، يعني ده رقم كبير. يعني أدينا استحقاق الدستور، التصويت على الدستور، أدينا استحقاقات كثيرة عبر الثورة حتى، وكانت أجهزة الشرطة والقوات المسلحة وأجهزة المعلومات وأجهزة الدولة كلها داعمة لهذه الاستحقاقات ونفذتها بنجاح. وأنا أثق زي ما قال أستاذ زين إن الاستحقاق القادم سينفذ على أعلى ما يكون. مستقبل الأمن في مصر مستقبل واعد، مستقبل مهم جدا، لأن الإرهاب ده حرب النفس الطويل، وإحنا نفسنا طويلة. إحنا محدش، مصر دي تركيبة محدش عرف يوصلها لغاية النهاردة.
ما حدش عارف يعرفنا احنا مين ولا احنا فين ولا احنا نقدر نعمل ايه. وعشان كده ده سر الجين المصري، التركيبة المصرية. وبالتالي أنا اعتقد ان شعب مصر سوف يتجاوز كل هذه المرحلة بمنتهى القوة إن شاء الله وسيعود أقوى مما كان. أنا بشكر حضراتكم جدا، وإحنا معاكم كمؤسسة إعلامية طبعا قلبا وقالبا، ولابسين نفس الأوفرول إذا كنا إن إحنا هنجاهد يعني أو هنحارب الإرهاب مع الجيش المصري شيك. فكلنا لابسين نفس الزي المحارب لهذا الإرهاب. طبعا أشكركم جزيل الشكر على هذه الحلقة من هذا الأسبوع في السيناريو القادم. سيادة اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي، والأستاذ زين السادات مؤسس حركة وحدة الصف المصري والعربي وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف تحيا مصر. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا الكرام أشكركم على المتابعة. الأسبوع القادم سيناريو آخر. إلى اللقاء.